مدينة زايد الرياضية بالتصديق والتحية لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، مرحبة به في هذا المكان، ويحيي سموه الجماهير التي أتت أيضا صاحب السمو هذا المهرجان القائد الأعلى للقوات المسلحة للمدارس العسكرية، أصحاب المعالي، أيها الحفل الكريم، نحييكم من أستاذ مدينة زايد الرياضي، وننقل لكم وقائع هذا المهرجان العسكري الرياضي الكبير والذي تقدم فقراته إليكم مدارس مديرية الثقافة العسكرية. خير ما نبدأ به حفلنا هذا تلاوة عطرة يتلوها علينا الطالب محمد سيف محمد من ثانوية أبو عبيدة العسكرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم. الذي تقره وزارة التربية والتعليم ثم تعتني به عسكريا، فهو يتلقى التدريبات العسكرية المختلفة ابتداء من مستلزمات جندي المشاة من تدريب وغيره، وانتهاء بالقفز من الطائرة كمظلي ناجح، ومرورا بما يحتاج جندي الهندسة والدروع ومختلف القطاعات في القوات المسلحة من تدريب وتأهيل وإعداد. تبدأ فقرة أخرى في هذه العروض سيداتي وسادتي، وهي فقرة خطيرة وشاقة. سوف يقوم هؤلاء الأشبال بالمشي على السلك المرتفع ارتفاعا كبيرا من على الأرض، وهذا يظهر مدى التوازن لدى هؤلاء الأشبال. سوف يتقدمون ويمرون من على هذا السلك المعلق في الهواء الطلق بكل شجاعة وبكل إقدام ودون خوف أو تردد. وللكاميرا بقية الحديث.